تنظن أنا بأن من ناحية ديال الاحتجاجات، الفعل الاحتجاجي اللي بغيت نركز عليه هو أن أعرف تغيرات على عدة مستويات. دونك إلا شفنا المرحلة منذ الحماية، غادي نقتصر على 4 نقاط. يعني من نهاية الحماية، دعاء الحماية، داك لو سونتر نيفرالجيك ديال الاحتجاجات بدا تنقل شوية بشوية من العالم القروي للعالم الحضاري، من بعد تجاه المدن الكبرى. وفي نهاية القرن العشرين شفنا كيفاش بشوية بشوية بدا داك لو سونتر، بدا داك الشيء تيتنقل المدن الوسطى حتى هي والصغيرة حتى البوادي. وشفنا داك الشيء في 20 فبراير، شفنا كيفاش الناس خرجت في 110 منطقة في الأوج ديالو. ثانيا لاحظنا أن الحركات ولات إلى حد ما سلمية، يعني في النهاية ديال القرن العشرين الأجهزة القمعية ولات عندها أكثر فأكثر من الموارد، تعلمات كيفاش تقمع بلا ما تسيل بزاف ديال الدم بحال في 65 81 84 90، والمتظاهرين حتى هما بداو يعني تعلموا داك لابرونتيساج ديال كيفاش نخرجوا في الزنقة، وبداو يعني حتى هما ما بقاوش يلتجؤوا للعنف ولو إلا في حالات استثنائية. ثالثا في الغالب، وهذه قلتها، أن هذا الفعل الاحتجاجي استقل من الأحزاب، وهذا الشيء تيظهر من خلال التنوع ديال البروفيلات. ماشي هي داك ليتوديون العامل السانديكي وداك الشيء، ولينا تنشوفوا الباعة المتجولين، السليليات، الناس ديال الكارينات، ولاو تينظموا يعني احتجاجات باستقلالية بالموارد الخاصة ديالهم. بالنسبة عندي واحد الفرضية اللي بغيت يعني نتكلم عليها، هو أن التحول اللي وقع في السلطوية في المغرب انتج لنا تأثيرات متناقضة، وعليها تنقولوا راتو ني با جوي. بعض المرات الحكام تيديروا شي حوايج، وكاين سي دي بروسيسوس، وداك الشيء اللي تدير ما تعرفش دائما النتيجة ديالو. خلينا ناخذوا هي بعض الأحداث. يعني تم خلق مجموعة من الإطارات اللي سمحت بدمج جزء من النخبة، تيقولوا لا كوبتاسيون، ها لي يو ار، ها السي ان دي اش. شفنا كيفاش خطاب رسمي استوعب بعض المفاهيم ديال منظومة حقوق الإنسان، وشفنا كيفاش النسيج الجمعوي تطور بشكل كبير، واخا فيه طرف كبير اللي مبني على علاقات شبه زبونية. وإلى جانب هذا الشيء كاينة حملات انتخابية دورية، واخا فيها البيع والشراء. في نظري كل هذا الشيء كله ساهم في نشر معايير وممارسات وأساليب عمل اللي كانت في التاريخ القريب محدودة فقط على مجموعات ذات طابع نضالي. هادشي كله ساعد أيضا على تقوية الشبكات الاجتماعية، وماشي هي فيسبوك وواتساب. سبق لي لاحظت أن بعض الشبكات اللي تتحرك باش تشري الأصوات، كاين بعض المراحل فين تتقلب وتتحرك نفس الشبكات باش تنظم احتجاجات يعني بصفة مستقلة. وطبعا 20 فبراير لعب واحد الدور مهم أساسي في نشر هذه الممارسات، وحتى في تأسيس بعض الشبكات. غادي الخلاصة، لأن ما بقناش الوقت، غادي نخرج بجوج ديال الخلاصات. أولا، صعيب اليوم على المنظمات السياسية تراكم موارد جماعية، يعني الكابيتال كوليكتيف اللي عنده مد نقوله تنظيمي رمزي مادي، وهو اللي تيضمن الاستقلالية ديال هاد المجموعات وهاد الجماعات والمنظمات. دونك كل شيء دار باش يتقلص من الموارد اللي تراكمت عند البي جي دي ولا الإحسان ولا يندير. ولكن على مستوى المجتمع، واخا باقية بزاف العلاقات مبنية على الزبونية ومبنية على الاستراتيجيات الفردية العمودية، ولكن في المقابل تقوات القدرات على التنظيم الجماعي. ما الخلاصة الثانية؟ هي أن ولات الساحات الاحتجاجية في المغرب
هي الميادين الرئيسية لتعبير هذه الصراعات السياسية. وكثر من ذلك شفنا وسمعنا كنا بعض الشعارات اللي تتخلي يبان واحد الكليفاج مركزي بون ما بين ولاد الشعب المهجورين والناس اللي اللي بالنسبه لهم اللي بالنسبه للمحتاجين هما اللي نهبوا خيرات البلاد. فشنو بغيت نقول من هادشي؟ هو ان شفنا ايضا شعارات الريف انها انتشرت. شنو بغيت نقول؟ هو ان داك لا فراغمونطاسيون وواحد الخريطه دازت ديال من بعد الاستقلال، واحد لا فراغمونطاسيون اللي كانت من بعد الاستقلال في الكيفيات ديال التمرد وداكشي ما بقاتش عندنا ان بيريفيري فراغمونتي. شوفوا دابا دونك هاد الخريطه ديال خمسة ديال ما بين 58 و 65، ودابا نشوفوا الخريطه اللي نشرت ما مفكينش قبل 24 ابريل 2011 اللي تنشوفوا في نفس الوقت تقريبا نفس الشعارات نفس لو ريبيرتوار داكسيون نفس التمثلات ديال الحلفاء وديال الخصوم. وهادشي اللي تيعطي ان ايليستراسيون بالنسبه لي للطرح اللي قدمته، يعني اون ناسيوناليزاسيون دو بوليتيك بار لا مارش. ايه حنا ما عندناش اون ناسيوناليزاسيون اللي من باتقه من صناديق الاقتراع، عندنا لا ناسيوناليزاسيون كاينه، سي ان بروسيسوس كي اي اون مارش ولكن من الهوامش. ومنين ما تتكونش الاليات اللي تتسمح بالتعبير على الصراعات داخل المؤسسات، هاد التغييرات الجذريه تنقلها تخوف الحكام، لان هاد التغييرات تتشير الامكانيات انتشار الاحتجاجات. تعيي هاد التخوف هو اللي تيفسر، واخا كاين بزاف ديال لي مويان دو ريبريسيون، هو اللي تيفسر داك لا ديمونستراسيون دو فورس المبالغ فيها من خرجوا لي طونك في بعض المدن في بدايه جائحه الكوفيد. ونفسي في المظاهرات ضد لو باس فاكسينال، داكشي زعما كان خارق العاده. واخا يعني كاين خوف من ديسيكتوريزاسيون وانتشار ديال الاحتجاجات. وانا اللي بقيت حاله فمي فيه هو واخا كاين داك الموارد ريبريسيف كلها، هذاك التخوف باقي كاين. وعلاش؟ لان تنظن بان كاين واحد الشعور واخا هكاك بان لا كليونتيليزاسيون ديال فئات من المجتمع وصلت حد هادي شحال هادي، بان داك السياسات ديال كونتر لا بوفرتي اوكي ولكن القدرات ديال الدوله ضعيفه بزاف، بان الاقتصاد ما قادش يخلق الشغل، بان الهجره البيبان تشدو. ولكن سورتو ان المجتمع المغربي راه عرف تحولات كبيره بزاف على المستوى الديموغرافي، على المستوى القيم المجتمعيه، على التعليم، الانفتاح على العالم، وهاد التحولات ما تبلوراتش على المستوى السياسي. فانطلاقا من هادشي وغادي نختم هنا، شنو اللي يمكن يضمن استقرار البلاد ديال بصح وعلى المدى طويل؟ واش تكفي يكون عندنا نخب سياسيه مشتة وتعيلي اشبه الحال سكي ني باسيو؟ واش يكفي احياء الحس الوطني بحال كيف وقت المسيره الخضراء؟ واش يكفي التمتع بقوه قمعيه مهمه وحلفاء من الخارج اللي تكلمتي عليهم السي بوكر اللي تيساعدوا في تطوير الموارد القمعيه؟ فعلا في السياق الاقليمي والدولي اللي تعرفوه اللي تنعرفوه الان واللي مهيمن عليه الثورات المضاده، ذات الانظمه السلطويه تثق في نفسها وتعتبر ان الموارد القمعيه الهائله يمكن لا تكفيها. ولكن تنظن حتى السلطه في المغرب عارفها، المغرب ماشي روسيا وماشي الصين وماشي حتى تركيا. بعباره اخرى، وهذا سؤال كلاسيكي في العلوم السياسيه، بعباره اخرى، الى اي حد نظام سلطوي يقد يحمي نفسه من الهشاشه الجذريه ديال هذا النوع من الانظمه؟ وكيفاش يمكن يحمي نفسه الى الابد؟